احلى واجب. ايه ده يا شيف؟ عامل فاكر ورق اموميه الاحمر ده؟ بتعد ايه على طول؟ بتعد الفلوس لما تعدها بره؟ لا لا انا بعد دول يا دوب، انا بقول لك لسه صارفه في لبس العيد في بلدنا. بصي اصل الفلوس لما تعدها بركتها بتقل، الورق اللي بيذبح ده ولا وريحتها اللي بيذبح بركتها تقل. انا بعد لا ما ينفعش تعد. خدي يا لميس انا بفنطهم، انا بفنطهم بركتها بتقل. خدي خدي استني استني يا بنت، استني يا بنت، بس يا ابويا ايه خاطر؟ بصي استني يا بنت، هات يا ابويا بقى بعد الهوا. استني يا بنت، انتوا الاثنين انتوا هتديكوا اللي انتوا اقعدي 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 اللي انت عايزاها تاخديه. ماشي قول له مالك اللي انت عايزاها تاخديه. بص ورق احمر ازاي عامل ازاي؟ خدي بقى 100. ايه ده؟ وحد بيدي العيديه كده يا شيخ؟ خدي 100 كده وانت 100 خدي. ايه ده؟ والباكو ده؟ طب بقيت العيله مالك متضايق كده ليه؟ بقيت العيله بقى شو قالت ايه بس؟ وريني كده. طب خدي 100 بس قديم. طب خدي 100 بس كده. بقول لك ايه؟ وخدي لا الواد الواد ما لا 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 بنتي خدت واحده بتاعت الشيخ، وانت ابنك خدي ورقتين لابنك اهو مش للانثى. مين يا جماعه خد العيديه؟ كلمونا يا ريت وشاركونا احنا يعني نحتفل معاكم بالعيد. كلمونا قولوا لنا مين اخد العيديه ومين لسه ما اخدش العيديه. ارقامنا اهي قدامكم، ونحب قوي تعيدوا على بعض معانا وتعيدوا على اصحابكم واهلكم. قولوا لنا جبتوا لبس العيد ولا لا، والعيديه هتعملوا فيها ايه. يا ريت النهارده كده نبقى كلنا عيله وبنتكلم مع بعضينا. خدي بقى بطلي رغي يا بنتي، كمان انت كمان اهو اسكتي بقى. ايوه بس الرغي ده انت خدت كل واحده. انا ما بعدش. انت بتعد دول عيله؟ انا ما بعدش والله ما بعدش. بس عدت فلوس لسه ولاد في العيله، ولاد في العيله، ولاد في العيله. يلا ضربت الورقه دي سكريبت، ضربت وقفت خطفت الحاجه. بقول لك ولاد في العيله، عد الفلوس بيقل بركتها. وصارفين وبسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا لميس انا هقسمهم بالنص. خد ايه ده كده؟ وانا قاعد طرطور كده؟ مش عاديتنا والعيال بتوع العيله، مش عاديتنا والعيال بتوع العيله. بس شوف حسن بقى صلي على النبي. طب اقسم بالله انا اخدكم من بعد الهوا بقى. اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، في تحكي كتير قوي في الاستوديو، فعيش بقى. انا العيال؟ اه كل واحد تحكايه. هيتبسطوا هيفرحوا جدا. وحته منين؟ تحكايه حته منين؟ بس زي إيه؟ الفل. تسلم. طب انت ما حضرتيش الشيلينات والبرايز بتاع زمان دي؟ الشيلين اللي كان عليه اللي راس نفرتيتي. بص الشيلين الورق الجميل ده اللي بيذبح ده، الشيلين والعشرة ساغ الورقه دي. وبعدين انا ولميس برضو يا ساعدناك طول شهر رمضان. ده حقيقه. لا حقيقه ده لا دي بتعمل بونص. دي غير العاديه. لا يتعمل بليك بونص من الاداره، يعملوا لك بونص. لا لا ربنا يخليك، كفايه عليك العيديه دي يا شيف. ربنا يخليك. والله بص انت تؤمر النهارده. لا وبعدين بالحق العيال ده ميزان. انت شاور النهارده. حسبت الفلوس بينها وبينك بالميزان. انا كنت بنك.